دكتور رفاعة عبد السلام منورانا لسه ان شاء الله في الفقره دي، وكنا قبل الفاصل اتكلمنا عن محظورات الاحرام. ايوه طيب الستات بقى اللي لسه ربنا ما كتب لهمش يعني فريضه الحج، وقاعدين في مصر او قاعدين في بلدهم في اي بلد عربي شقيق، ونفسهم يحسوا ان هم استفادوا بالايام دي او عملوا حاجه حلوه ربنا يعني يبارك لهم عليها ويجازيهم عليها خير، تنصحيهم بايه؟ شوفي، دايما اقول حتى لما بلاقي معايا اخواتي وبناتي في المساجد وزعلانين ما جات لهمش التاشيره او حصل حاجه او بتاع، اقول لهم في ناس جات لها تاشيره الدخول وربنا يرزقهم تاشيره القبول، في ناس قعدت هنا ما خدتش تاشيره الدخول ولكن اخذت تاشيره القبول. الله. فيعني احنا نشتغل على تاشيره القبول. طب نشتغل عليها ازاي؟ هقول لحضرتك، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر. يبقى أنا مطالبة دي أفضل أيام ربنا بيحب فيها العمل الصالح. إزاي الأيام دي أو ليه الأيام دي بالذات العشرة الأوائل؟ لأن فيها أيام الحج، ده فيها أعمال كثيرة، طاعة لله، خضوع واستسلام لله، في معاني كثيرة في كل منسك من المناسك اللي احنا بنعملها، وبنعملها لله عز وجل. احنا العبادات عندنا اما ان تكون مالية او بدنية او روحانية. الحج بيجمع كل هذه العبادات، فالعبادات دي موجودة. طب ما تيجوا نحققها في العشر دول، لان لو قدرنا نعملها، نعمل كل العبادات دي في العشرة دول، يبقى هنحصل اللي موجودين هناك، وهتبقى لأنها أفضل أيام، لأن بتعمل فيها عبادات مالية ومادية بدنية وروحانية. فكل العبادات دي لو عملناها، عندنا حديث لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث قدسي بينقله عن رب العزة، بيقول فيها: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأنا دايما أعمل لهم جدول، أقول لهم نكتب الفرائض ونشوف، لأن ربنا بيحب الفرائض تتعمل. وبعدين: ما يزال عبدي يتقرب إلي، أو لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يعني مستجاب الدعوة. فنعمل إيه؟ نبقى نشوف الفرائض. طيب أنا موجودة هنا، شهادة أن لا إله إلا الله، انطق الشهاده كده واقول: اشهد ان لا اله الا الله، ان محمد رسول الله، وانا عندي يقين بيها. الصلاه، اجري اصلي الصلاه في اول وقتها، ونترك اي حاجه ما دون الله، لان الله اكبر من كل ده. صحيح. الصيام، احنا ما عندناش في الفرائض الا صوم رمضان، ربنا يبلغنا رمضان. من النوافل لو نقدر نعملها. انا بتكلم دلوقتي فرائض، ما احنا هنشوف النوافل، هنلاقي اعمال كثيره بقى في النوافل هنعملها. يعني لو في حد مش قادر على الصيام مثلا في العشر او الزكاه، يعمل حد قادر ولا مش قادر على الزكاة؟ لا، ده الزكاة احنا عندنا الصيام، صيام رمضان اهو. فما فيش في العشر ايام دول هنعمل فيها صيام فريضة، ولا هنقدر نأدي زكاة، لان في ناس ما عندهاش مال بلد المصاب ولا حد عليها الحول. وعندنا الحج، في ناس سافرت وناس مسافرتش. نروح بقى للنوافل. هنلاقي نافلة الشهادة الذكر، سبحان الله، ودي ايام ذكر. الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. الاستغفار، الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان كانوا الصحابه بيهللوا بيكبروا في الاسواق، الرجال كانوا بيمشوا في الاسواق بيكبروا بيهزوا الدنيا بالتكبير والتحميد والتهليل. فخلينا يبقى لساننا راطب بذكر الله، نقعد نذكر ربنا ونستغفر ونصلي على سيدنا النبي. ادي حاجه ومش هتكلفني حاجه. ادي حاجه من العبادات الروحانيه اللي مش هتكلفني شيء. الصلاه عندي نوافل، عندي 12 رواتب اللي هي سيدنا النبي واظب عليها من النوافل. عندي قيام الليل ان شاء الله ركعتين بعد صلاه العشاء لو مش هقدر اسهر واعملهم، بس نجيبهم. وعندي الضحى، وعندي صلوات كثيره. بالنسبه للزكاه، فينا ناس ما دفعتش زكاه العمره. عندنا نافلة الزكاة الصدقة، وما أكثر الصدقات. لأن الصدقة مش بس مال، ده الصدقة إماتة الأذى عن الطريق صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله صدقات. لأن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما مصلي.
ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم، بيصلوا زينا وبيصوموا زينا وبيتصدقوا معاهم مال، احنا الغلابه هنعمل ايه؟ قال لهم سيدنا النبي: اوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به ان بكل تسبيحه صدقه، وبكل تحميده صدقه، وبكل تكبيره صدقه، وبكل تهليله صدقه، وامر بالمعروف صدقه، ونهي عن المنكر صدقه، وفي بضع احدكم صدقه. قالوا يا رسول الله ياتي احدنا شهوته، الشهوه، ويكون له بها صدقه، بضع احدكم يعني العلاقه الخاصه بين الرجل والمرء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارايتم لو وضعها في حرام اليس يكون له بها عليها وزر؟ كذلك لو وضعها في حلال فله بها اجر. شوف كل دي صدقات.